اولا الحمد لله على الانتصار، لانه انتصار مهم جدا مع فارق كبير. التغييرات اللي قمنا بها ما عطاتناش فعاليه من الناحيه الهجوميه، ولكن بن عبيد الدفاع، مروان الوادني، لاعبين في الوسط. سؤال موقع الفجر، تفضل. الفرق اللي عندها مقومات وعندها تجربة هنا هي اللي ممكن تفوز. حنا تنلعبوا مباراة، تنظن بأن الفوز ديالنا اليوم مهم جدا من الناحية المعنوية، لأن ولينا الأولين، لأن فزنا على فريق الجيش، وبالتالي ما يمكن إلا يعطينا ثقة، يكسب الفريق ثقة، يكسب اللاعبين ثقة،